وكان عمرو رضي الله عنه يقول: عجبت لمن حضره الموت وعقله معه كيف لا يصف. الموت هذا هو الذي يتمنى كل أحد أن يعرفه وأن يتصوره حق تصوره، ولكن لم يذهب أحد فعاد فحدث الناس. فلذلك كان هو يتمنى أن رجلا ذا عقل يمكث عقله معه يدركه الموت فيصفه. فلما مرض مرضه الذي مات فيه ذكره ابنه عبد الله بهذا الذي كان يقول وقال له: صفه. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا بني، الموت أجل من أن يوصف. سأل الله أن يختم لنا بالخير وأن يخفف عنا السكرات. فقال له: يا بني، إن الموت أجل من أن يوصف، ولكني سأصف لك. أجدني كأن جبال رضوى على عنقي، وكأن في جوف الشوك، وكأن روحي تخرج من إبرة. ثم قال: اللهم إنك أمرت بأمور ونهيت عن أمور، فارتعنا في كثير مما نهيت وتركنا كثيرا مما أمرت، اللهم لا إله إلا أنت. فما زال يردد التهليل حتى قبضه الله إليه رضي الله عنه، وذلك سنة 43 على الصحيح.